الرب يسوع المسيح يقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. يا من عانيتم وتألمتم وجربت العجائب والغرايب بأرض مليانة مصايب، لا تنتظر الفرج إلا من أهلها، كل اللي حكموا بلادكم رادوكم نذر الأجندتهم. اجدا تنتظر يا مسكين ويا حيران زمانة، جرب ولو مرة طعم الخير والبركة والحرية من ابن داود المسيا. هو قريب منك بس لو تنتبه ولو مرة، هو يقرع بابك ويريد خير مستقبلك حتى الضمن للأبد، وما حد يقدر يسلبه منك. بس اسمع وجرب ولو مرة، شوف العجائب والغرايب اللي هي مشتهى قلبك، وراح تذوق أعظم حياة وأرقى مقام ما عشت ولا مرة. هو يريدك أنت، أنت وأهل بيتك، يريد إلك أفضل حياة، حياة ما بها ضيم ولا مذلة، حياة الفرح والسعادة اللي كنوز العالم وعظمة الإمبراطوريات ما تقدر تنال ذرة منها. تعال، اشتى تنتظر؟ الحق نفسك قبل ما يعبر قطار الزمن ويخليك بأنين البلاوي وضيم العالم بفساده اللي مليان كل أذية. فرصة سماوية، تعال لا تضيعها، بس نادي بأعلى صوتك وقول: يا ابن داود المسيا، أنا جاي لك بكل حملي ووجعي وضيمي وآهاتي وجروحي حتى تعينني وتخلصني من كل خطية وتفتح عيني على درب الخلود والحياة الأبدية. تعال أعني، فك عقدة الإثم وكل معصية وخطية، واغسلني بدمك وطهرني وحررني من كل عبودية، وتربع على عرش حياتي وخليني أعيش بحرية وأكون إلك على طول الأبدية. باسمك يا رب المجد يسوع المسيح أطلب وأصلي، آمين. إذا صليت بإيمان وطلبت هاي المعونة السماوية، أعرف وتأكد من هذا اليوم سجلك صار سماوي وأبدي ومضمون، ومحد يقدر يسرق منك لأن محفوظ بإيد ابن داود المسيا، وهو راح يجازيك كل خير وبركة وعطية روحية جديدة. ألف مبروك إلك الحياة الجديدة برحلتك المجيدة الأبدية، آمين.